بعيدا عن منتخبنا الاولمبي، استعدادات الانديه المصريه لفتره التوقف علشان كمان مع استئناف الدوري واستئناف المنافسات كمان بالنسبه للانديه اللي عندها منافسات افريقيه يكون على افضل شكل ممكن. نبدا مع النادي الاهلي، وغادر فريق الاهلي اليوم الخميس الى الامارات لاقامه معسكر خارجي بيستمر 6 ايام يخوض خلالها المارد الاحمر مباراه وديه في اطار استعدادات الفريق لاستئناف بطوله الدوري المتوقف حاليا لارتباطات المنتخب الاول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امم افريقيا مقبلة الكاميرون 21، والارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر والمؤهلة للأولمبياد بإذن الله طوكيو 2020. وبيشارك في المعسكر لاعبي الأهلي الدوليين أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمد هاني، محمود وحيد، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر. وسبق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي مدير الإداري للبعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر. اللاعبين من المنتخب الأولمبي اللي بيشاركوا مع كابتن شوقي غريب خلاص أصبحوا مش داخل معسكر النادي الأهلي لانضمامهم بكل تأكيد مع كتيبة الكابتن شوقي غريب، لأن خلاص تم الإعلان عن القائمة امبارح أو يوم 29 من أو أول امبارح بقى يوم 29 أكتوبر، وتم إرسال القائمة إلى الاتحاد الإفريقي، فبالتالي كل اللاعبين اللي ضمن القائمة النهائية 21 لاعب خلاص تحت رهن الكابتن شوقي غريب علشان المعسكر دوت يكون بيصفر بإذن الله عن أفضل استعدادات قبل انطلاقة البطولة. مباراتنا الافتتاحية أمام منتخب مالي يوم 8 نوفمبر القادم على استاد القاهرة، إن شاء الله تكون حفلة قوية كده، حفلة افتتاح زي ما احنا اتعودنا، وكمان يكون افتتاح لمباريات منتخبنا الأولمبي بأفضل حالة ممكنة. النادي الأهلي خلاص في مشواره إلى الإمارات علشان يبدأ فترة إعداد قصيرة، ولكن بكل تأكيد هيحاول يستغلها بأفضل شكل ممكن ريني فايلر بوجود لاعبيه كمان على أعتاب منافسات مهمة جدا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي. هيبدأ مشواره النادي الأهلي بمباراة قوية أكيد وصعبة، ولكن بإذن الله النادي الأهلي يكون قادر إن هو يفوز على الفريق التونسي.